بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي مع حل تدريبات درس التمييز من كتاب الامتحان. نبدأ إن شاء الله من صفحة 202 في كتاب الامتحان. طبعا التمييز درس من الدروس اللي عايزة تركيز وعايزة اهتمام، فتركز في الإجابة عن السؤال. من أسئلة اختيار من متعدد صفحة 202، قال تعالى: واشتعل الرأس شيبة. كلمة شيبة تعرب، هنقول كده أهو، تمييز، تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة. طيب ممكن سؤال تاني يقول لي كلمة شيبا ده تمييز محول عن مثلا مبتدأ، عن فاعل، عن مفعول، عن نائب فاعل، فهي أصلها اشتعل شيب الرأس، شيب الرأس، فهو هنا محول عن فاعل، محول عن فاعل. يبقى احنا كده انا بنقول لك اكتر من طريقة للسؤال علشان الاستفادة. زرعت فدانا قمحا، المميز الملفوظ دل على، طبعا المميز معناها الاسم الذي يسبق التمييز اللي احنا بنقول عليه الايه المعدود. يبقى انا عندي فيه عدد وفيه معدود، اللي هو فدانا ده التمييز الايه التمييز الملفوظ. طب الفدان وحده ايه، وزن ولا كيل ولا مساحه ولا عدد؟ طبعا هنقول مساحه. يبقى عندي فدان، عندي قراط، عندي سهم، عندي كيلومتر، كل ده وحدات ايه، كل ديت وحدات للايه دي المساحه. رقم 3، طاب التلميذ خلقا، التمييز محول عن، طبعا محول عن فاعل، طبعا هنقول كده اصلها طاب خلق التلميذ، يبقى محول عن فاعل. طب نعرف خلقا، هنقول تمييز ملحوظ منصوب علامه نصبه الفتح. السؤال الرابع، الاعداد المفرده من 3 ل9 تمييزها جمع مجرور بالإضافة. طيب في مكتبتي نقط روايات، طبعا هنا نركز ان انا عندي طبعا بالنسبة لي جملة الاعداد دايما يجيب لي جر ومجرور في بداية الايه، في بداية القطعة، ويقول لي بين الايه، بين التمييز بتاعه. فهنقول في مكتبتي نقط روايات، فهنقول طبعا روايات مفردها رواية، يعني اسم مؤنث، نجيب المعدود مذكر، يبقى في مكتبتي 8 روايات. طيب يعني انا كده اخترت الايه اللي فيها الياء. طب واحد يسالني يقول ليه انا ما حذفتش حرف العله هنا، لان هنا ال8 وال9 اذا كان المعدود جمع مجرور بالاضافه مفيش هنا اي تغيير فيه، مفيش هنا اي تغيير. طب خلي بالك في المثال اللي جاي، لو انا قلت مثلا في مكتبتي وهنقول نقط من الروايات، هنا بقى لازم نحذف العدد او نحذف 8. طبعا هي من الروايات العدد او المعدود هنا، طبعا معدود مؤنث، المعدود مؤنث، وفي الحاله ديت هنقول 8 من الروايات، هتكون مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه الضم المقدره، وحذفنا الايه التنوين. وهنعمل لك فيديو مخصوص على احوال العدد 8 بكل صورها، عشان يعني ايه ان شاء الله عايزكم كده تكونوا متميزين. يبقى في حاله الايه لما يجي 8 مفرد، 8 جاي العدد مفرد والمعدود جر ومجرور ومؤنث، في الحاله ديت هنحذف الايه، نحذف حرف الايه العله ونعوض عنه بالتنوين حال لما يكون مرفوع و او ايه او مجرور، ومكتوب عندك في القاعدة في الملاحظات. رقم 6، يتكون فريق كرة القدم من طبعا 11 لاعبا، هنقول طبعا العدد المركب تمييز ومفرد منصوب، وهنقول 11 العدد يطابق الايه المعدود. رقم 7، كفاءة المديرة نقط طالبة، هنقول كفاءة المديرة إيه، هنقول كده 22 طالبة، 22 طالبة. في القصة هنقول فصلا، طبعا هنا كده لما نقول 16 والكلام اللي عندك ده كله، ده كده كله مفرد، كله عدد مركب، معلش عدد ايه، عدد مركب والتمييز مفرد، مفرد منصوب وجمع مذكر. يبقى انا هنجيب الجزء الاول يخالف والثاني يوافق، يبقى انا هنقول في القصة 16 ايه او 16 فصلا، 16 فصلا، ان هي رقم باء، هنجيب 6
مؤنث عشان المعدود مذكر، وعشرة الجزء الثاني يوافق الايه المعدود. يعني انا لما هنقول 16 هتلاقيها ماشيه مؤنث اللي هو الجزء الاولاني، وبعدين مذكر، وبعدين المعدود مذكر. في السنه شهرا، يبقى انا هنقول 12 شهرا في السنه، 12 شهرا. طب كيف اعرب هذه الجمله؟ هنقول في حرف جر، والسنه اسم مجرور، وشبه الجمله من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. 12 هنا طبعا العدد 12 له اعراب او له حاله خاصه لوحده في الاعراب، ان انا هنعرب 12 لوحده وبعدين 10 لوحده. 12 هنقول كده اهو مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفع الالف لانه ملحق بالمثنى، و10 بدل من نون المثنى المحذوفه مبنيه على الفتح لا محل لها من الاعراب. قرات 10 و10 جاي مؤنثه، نجيب المعدود جمع مجرور بالإضافة ويكون مذكر. طب كيف أعرف أنه كلمة مذكرة؟ بالمفرد بتاعه، يبقى قرأت 10 كتب. صفحة 203 ضع علامة صح أمام العبارة الصواب وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ. العددان 1 و 2 لهما تمييز، طبعا العبارة خطأ، نقول كده أهو ليس لهما تمييز. طب عندما أقول اشتريت كتابا، اشتريت كتابا واحدا، او اشتريت كتابين اثنين، كيف اعرف واحد واثنين؟ هتعرف هنا طبعا ايه نعت، الاولاني نعت منصوب علامه نصب الفتحه، وفي الجمله الثانيه اثنين نعت منصوب علامه نصب الياء لانه ملحق بالمثنى. تمييز العددين من 100 والالف ومضاعفاتهم جمع مجرور، طبعا الاجابه خاطئه، ومفرد مجرور. يعني هنقول في المدرج 100 مشجع، او 200 مشجع، او 300 مشجع. يبقى ال 100 وال 1000 التمييز بتاعهم مفرد مجرور بالاضافه، مفرد مجرور بالاضافه. طيب تمييز الاعداد من 3 ل 10 مفرد منصوب، طبعا العباره خطا، هو جمع مجرور بالاضافه. يبقى أنا عندي الأعداد من 3 ل 10 تمييزها جمع مجرور بالإضافة. تمييز الأعداد من 11 ل 99 مفرد مجرور، طبعًا العبارة خطأ، مفرد منصوب. العددان 11 و 12 يوافقان المعدود تذكيرًا وتأنيثًا، العبارة صحيحة. يعني هنقول إيه؟ اشتريت 11 كتابًا، اشتريت 12 قصة. يعني هنا طبعا ال 11 وال 12 يوافقان المعدول. السؤال الثاني، عين التمييز وبين نوع المميز في الجمل الاتيه. هنقول التمييز ونوع المميز هنا ايه؟ نوعه ايه؟ هنا طبعا بيقول لك اشتريت جراما ذهبا، طبعا التمييز ذهبا، نوع المميز كلمه جرام يبقى وزن. باع التاجر مترا حريرا، طبعا التمييز حريرا، نوع المميز طبعا كلمة متر دي بتدل على المساحة. أبوك أكثر منك تجربة، طبعا هنا أكثر منك تجربة، التمييز تجربة. نوع التمييز طبعا هنا هنقول وزن، وطالما قلت وزن ومساحة يبقى أنا هنقول وزن، ونوع المميز ملفوظ، وطبعا مساحة هنقول ملفوظ. هنا هنقول المميز هنا ملفوظ، يعني يلحظ من الكلام. السنة 12 شهرا، شهرا هي التمييز، نوع المميز طبعا ملفوظ عشان عدد، طبعا التمييز الملفوظ. قلنا ان التمييز الملفوظ عبارة عن اربعة اشياء، وزن وكيل ومساحة وعدد. أسوان أفضل الأقاليم شتاء، شتاء هي التمييز، طبعا تمييز تمييز إيه؟ ملحوظ، لأنه هنا محول. غرسنا الأرض شجرا، تمييز شجرا، تمييز إيه؟ ملحوظ، وهنقول محول عن مفعول به، لأنها أصل الجملة، غرسنا شجر الإيه؟ شجر الأرض. السؤال الثالث، أكمل بتمييز مناسب ثم اضبطه بالشكل. طب كيف أعمل على هذا أو حل هذا السؤال؟
اولا احدد نوع العدد، نوع ايه من الخمسه؟ قلنا ان انواع العدد خمسه: مفرد، مركب، معطوف، وعندي الفاظ العقود، وعندي 100 و1000 ومضاعفات، وكل واحد له تمييز خاص ايه خاص به. القران 30 اقول 30 عدد الفاظ عقود، يبقى تمييزه مفرد منصوب، يبقى جزء ان. ولاحظ ان جزءا عشان الاسم قبلها او هي قبلها ساكن فلازم نحط الايه الالف. في الاسبوع سبعه، هنقول سبعه ايام، جمع مجرور بالاضافه. في الجنيه 100 قرش، طبعا هنقول مفرد مجرور بالاضافه. اسماء الله تعالى 99 اسما، مفرد منصوب. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 63. عايزك هنا بقى تركز وتصحصح فيه. عن 30، انا عندي كلمه عام وكلمه سنه بمعنى واحد، بمعنى واحد، او يعني فيهم اختلاف بسيط كده، ايه اختلاف لغه وبسيط، بس عشان تعرف ازاي تشتغل عليه. عام مذكر ولا مؤنث؟ عام مذكر، سنه مؤنث، يبقى هنا هيفرق معايا في الايه في العدد. هنا جايب لي ثلاث مذكر، طالما جايب لي ثلاث مذكر هناخد كلمه سنه، هناخد كلمه ايه سنه، يبقى سنه تاني. ممكن جمله تانيه نقول لك توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 63 هنقول عاما. ده الايه اللي بيحدد لي الفرق بينهم الاثنين. لو انا قلت جبت 63 وجبت 3 مذكر، هنجيب المعدود مؤنث يبقى 63 سنه، هنجيب المعدود مؤنث نقول عن 3 يبقى 63 عاما. يبقى كده الايه الاختلاف بينهم الاثنين. في الكتاب 15، وجيب لي الجزء الاولاني، وجيب لي الجزء الاولاني مذكر، يبقى نجيب ايه نقول ايه في الكتاب 15، يبقى هنقول 15 مقالة، هنجيبها مؤنث. طب افترض ان هو جايب لي في الكتاب وفي الاخر جايب لي المعدود موضوعا، يبقى انا هنجي نقول ايه 15 موضوعا. يبقى ده ايه الاختلاف في الايه في الاجابة. رقم ده رقم زي كافئ المعلم 11، نقول طبعا نجيب المعدود مذكر طالبا، واحدى عشرة طالبة. ولاحظ ان التاء المربوطة لا نضع الف، لان التاء التأنيث المربوطة يوضع فوقها التنوين مباشرة. السؤال رقم 4 صفحة 203 من كتاب الامتحان، اكتب الارقام الحسابية بالفاظ عربية وغير ما يلزم. وهذا السؤال سؤال من اسئلة الامتحان. يبقى اشتريت 2 كتاب، يبقى اشتريت كتابين عشان من ايه ما نستغربش الموضوع. من كتب مكتبة الأسرة بي، طبعا العدد مفرد، هنجيب المعدود مؤنث. ولاحظ المعدود جمع مذكر، جمع مجرور بالإضافة. لاحظ ان كلمة جني عند جماعة تجمع جمع مؤنث سالم، ولكن جني مذكر، يبقى بأربعة جنيهات. طيب خلق الله، طبعا سماء مؤنث، يبقى سبع سماوات. خلق الله سبع سماوات. قرأت 22، وقرأت 22 بحثا، عشان طبعا عندي بحث مذكر، هنجيب 2 ايه 2 مذكر. صفحة 204 من كتاب الامتحان بتقول فيه السنة القمرية 354 يوم، يبقى احنا هنقول السنة القمرية 354 يوما، عشان انا هنقف على الجزء الاخراني اللي هو 50، ياتي معدوده
يأتي المعدود إيه؟ يأتي المعدود مفرد منصوب. نحن في عام 1443. نحن في عام 1000، طبعا عشان 1000 هتبقى تمييز مجرور بالايه، عشان هتبقى مضاف، عشان مضاف الايه او التمييز بتاع ايه 1043 من الهجرة. اشتريت 2 قلم، يبقى قلمين و4 كراسات و15، يبقى انا قلم، يبقى 15 قلما رصاص، يبقى قلم مذكر، نأتي ب5 مؤنث. قرأت 9 قصص و12 كتابا، و12 ايه كتابا. قال الله تعالى: اعرف بقى، فانفجرت منه 12 عينا. عنالب انفجرت، انفجر فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التانيث، منه جر ومجرور، اثنتا هنقول كده فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وحذفت النون للإضافة، 10 بدل من نون المثنى المحذوفة مبنية على الفتح، عينا تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتح. المثال الثاني: قال الله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. فجر فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بالناء، والناء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الأرض مفعول به، عيونا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصبه الفتح، أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، من حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور، مالا تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتح. يلا نبدأ في السؤال السادس: أجب بما هو مطلوب فيما بين القوسين: استغرقت الرحلة 15 ساعة. احذف 5، أنا احذف 5، يتفضل عندي 10، يبقى انظر إلى 10 نوع العدد مفرد، والعدد المفرد معدود يكون جمع مجرور بالإضافة، يبقى أنا هنقول 10 ساعات بعد حذف الايه 5. باع الفلاح، وعايزين تمييز وضبطه بكل وجه ممكن، يبقى انا هنقول باع الفلاح قنطارا قطنا، اول حاجه قنطارا قطنا، الجمله يعني انا جبته تمييز مفرد منصوب، مفرد ايه منصوب. برضو الثاني هنقول قنطارا من قطن، تمييز مفرد مجرور بحرف جر، يا اما نقول قنطارة بدون التنوين على فتحة فقط، ونقول قطن وهو نجبته تمييز مفرد مجرور بالإضافة. يبقى اذا كان التمييز، اذا كان المميز دل على وزن او كيل او مساحة، هنا يأتي التمييز له 3 أحكام: إما أن يكون مفردا منصوبا، وفي هذه الحالة لا يكون هناك حذف للتنوين، وإما أن يكون مفرد مجرور بحرف الجر وما فيش حذف في التنوين برضو، يا إما يأتي مفرد مجرور بالإضافة، وفي هذه الحالة لابد من حذف التنوين. افترض أنه هو قال لي باع الفلاح قنطارين وعايزين نكمل، يبقى هنقول قنطارين قطنا او قنطارين من قطن. طيب عايز نخليه مجرور بالإضافة، لابد ان اقول قنطاري قطن ونحذف النون للإضافة.
طيب يلا رقم جيم بيقول قضيت ساعات أذاكر، قضيت 9 ساعات أذاكر، أعرب كلمة ساعات في الجملتين. هنا قضيت ساعات أذاكر، هنا إجابة عن سؤال بماذا، ماذا قضيت؟ بقضيت ساعات مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، طبعا عشان هو جمع مؤنث، إيه مؤنث سالم. انظر إلى كلمة ساعات وقعت بعد عدد، وهذا العدد نوع مفرد، يبقى أنا هنقول كده أهو تمييز جمع مجرور بالإضافة مجرور وعلامة جره الكسرة. يلا نبدأ في الفقرة أو القطعة اللي جاية. السؤال السابع، ذهب تلاميذ، ذهب تلاميذ الفصل إلى حفل عيد ميلاد صديقهم. تلاميذ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وكان عددهم، طبعا كان عددهم هنقول 12 ماشي، يبقى هنا نقول ايه اثنتي 10 تلميذة و13 تلميذا وقدموا له هدايا قيمة، وأمضوا معه 4 ساعات. 4 ساعات أقول ساعات تمييز عند إعرابها، طبعا أعددتهم تلميذة، هنقول تمييز الأول أهو تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتح. ساعات تمييز جمع مجرور بالإضافة، جمع مجرور بالإضافة مجرور وعلامة جره الكسرة. دي كده خلاص. نبدأ في صفحة 205، بيقول أول شيء بيقول فيه صوب الخطأ فيما يلي، قرأت 5 موضوعات. أسأل نفسي العدد 5 نوعه مفرد، موضوعات جمع مجرور، وموضوعات مفرد موضوع يعني مذكر، يبقى انا نقول التصويب يبقى 5 موضوعات. ليه بقى 5 موضوعات؟ انا عندي بعض الكلمات زي موضوع، زي جنين، طبعا هذه كلها الفاظ مذكره عند جمعها تجمع على جمع مؤنث سالم، فالعبره بالمفرد وليس بالجمع، يبقى 5 موضوعات. استعرضت من المكتبة 8 كتب، طبعا كتب مذكر مفردها كتاب مذكر، يبقى 8 كتب. في المدرسة 17 فصولا، طبعا 17 عدد مركب، عدد مركب، وبالتالي تمييزه يبقى الخطأ هنا كلمة فصولا تبقى فصلا عشان عدد مركب. استغرقت الرحلة 13 ساعة، طبعا الجملة هنا دقيقة، احذف 3 يبقى انا هنقول كده استغرقت الرحلة 10 ساعات. طيب كيف اضبط الشين في 10 بعد الحذف؟ اذا كان المعدود مؤنثا يبقى 10 السين او الشين ساكنة، الشين ساكنة اذا كان المعدود مؤنثا، اذا كان المعدود مذكرا يبقى ايه يعني يفتح حرف الايه يفتح حرف، يبقى 11 ساعات، يبقى احنا كده بعد الايه الحذف. اشترى نقط، اشترى الكاتب نقط قلما، يبقى 4 مؤنث مع 10 يبقى 14 قلما. في مكتبتي هنا بقى نجيبها محذوفة، نقول 8 من الروايات، في مكتبتي 8 من القصص، ليه؟ لأن المعدود مؤنث. طيب رقم السؤال الثامن، متى كانت البلاد أكثر أمنا؟ كانت الأقدر، يبقى الأقدر خبر كانت
منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين اسم كانت؟ اسم كانت ضمير مستتر تقديره هي، أي كانت هي الأقدر على جذب المستثمرين. لذلك تسعى مصر سعيا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حثيثا لدحر قوى الشر والإرهاب، الإرهاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. استخرج من الفقرة السابقة تمييزا واذكر نوعه، عندي أكثر أمنا، وعايزك بقى تركز إن التمييز في الفقرة غالبا يعني نادر لما بيجيب لك إيه، بيجيب لك عدد، وبالتالي أنا أركز على التمييز الملحوظ. ما التمييز الملحوظ؟ اللي هو يأتي بعد اسم على وزن أفعل زي أكثر وأروع وأفضل وأحسن، ويأتي نكرة منصوبة، يبقى ده اسمه تمييز ملحوظ، مفرد ايه؟ مفرد منصوب، نوع المميز هنقول عليه ملحوظ. طيب قوى الشر والإرهاب هنقول كده اسم معطوف مجرور علامة جره الكسرة. استخرج من الفقرة تمييزا واذكر نوع المميز. طبعا بالنسبة للتمييز في القطعة دايما بنسبة كبيرة خالص مش هيجيب لك أعداد في القطعة، وبالتالي كل التمييز اللي عندي أو أغلب التمييز اللي عندي يكون تمييز ملحوظ. كيف أعرف التمييز الملحوظ؟ إن هو يذكر بعد اسم، ده كلمة هناخدها إن شاء الله بعد كده، كلمة أكثر نقول عليها اسم على وزن أفعل، اسم على وزن أفعل، ويجي نكرة منصوبة بعده، هي ده التمييز الإيه؟ التمييز، ونقول عليه تمييز ايه؟ ملحوظ. لان احنا جايلين هناك بعض الكلمات مثل احسن واروع واجمل وافضل، اذا اتى نكره منصوبه في جملتها فتكون هي المنصوب ويكون تمييز ايه؟ ملحوظ. يلا استخرج من عباره اسم معرب بعلامه فرعيه. طبعا عندي العلامات الفرعيه الالف في المثنى والواو، الواو هل بقى هنجيب لك من نوم تاني وتمسح الجزء ده كله على بعضه كده ولا هتعمل ايه؟ ها؟ ها؟ الياء طبعا دي كده ايه؟ دي اسمها علامات فرعيه. وعندي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم في حالة الايه؟ في حالة النصب يبقى منصوب بالايه؟ منصوب بالكسر، دي علامة فرعيه. يبقى انا هنقول كده اهو، عندي هنا المستثمرين. طبعا علامه الايه العلامه الفرعيه هنا الياء، لانه جمع مذكر سالم مجرور وعلامه جره الياء. طيب عايزين فعل معرب واخر مبني. الفعل المعرب تسعى وماشي، تسعى المبني كانت. طيب قضى الطالب 16 سنة في تعليمه. صوت الايه؟ الخطأ. هنا بقى جت الايه؟ طالما ذكر لك كلمة سنة يبقى انا هنقول نجيب 6 مذكر، يبقى 16 سنة. طالما المعدود جاي لكلمة سنة، طب لو جاي لكلمة عاما يبقى هنا هنجيب المعدود ايه؟ المعدود مؤنث. فاز في المسابقة 27 امرأة. هنحذف 20، يبقى فاز في المسابقة 7 وطبعا جمع امرأة نساء أو نسوة، لأن أنا عندي كلمة امرأة الجمع بتاعها نساء أو نسوة، يبقى 7 نساء أو 7 نسوة. طبعا ما ينفعش كلمة امرأة نقول يعني ملهاش ايه الجمع بتاعها من غير لفظها. يعني من غير لفظها يعني هنقول امرأة رجال، امرأة نساء ونسوة. طيب السؤال الأخير، قرأته في المكتبة 7 و7 مؤنث، نأتي بالمعدود مذكر يبقى كتبنا. قرأت نقط كتابا المعدود بتاعها مذكر، وطبعا عايز ال11 فاحنا بنقول ال11 وال12 يوافقان المعدود
11 ايه 11 كتابا. اتمنى ان شاء الله ان انت تكون استفدت معانا. اتمنى ان شاء الله اللي يكون داخل معانا جديد في القناه وعجبك الفيديو، عايزين منك لايك وعايزين منك اشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، وتابعنا ان شاء الله مزيد ومزيد من الفيديوهات لنصل الى مستوى متميز ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.